عزيزي، الساحة الشيعية مليئة بالأشخاص الذين يناظرون دفاعا عن المذهب. ليجي إنسان ما يعرف شنو صاير بالساحة يطالب الآخرين بأن يناظرون؟ أنا أقوم بعمل، هذا العمل هو تحقيق النصوص. اذكر لي كم شخص يقوم بهذا العمل الآن، وأنا مستعد أعطيك عشرات الأسماء التي تناظر الآن. فإذا كان هناك عمل لا يقوم به إلا 5 أو 6 أشخاص، وعمل يقوم به العشرات، المفروض إحنا نتحول على العمل الذي يقوم به القلة حتى يصير توازن، ما نقوم بعمل مكرر ونقوم بعمل إلى أهمية. هذا بالإضافة إلى أنه القضية الآن بحاجة كبيرة إلى هذا وإلى هذا، يعني توجد حاجة إلى التحقيق وتوجد حاجة إلى المناظرة.